العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أبناءنا الطلاب، يقول ربنا سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. ويقول شاعرنا حافظ إبراهيم: إني لتطلبني الخلال كريمة طلب الغريب بأوبة وخلاقة. وهذا آخر يقول: فخذ بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. أبناءنا الطلاب، إنه لمن دواعي سرورنا وفخرنا أن أقف أمامكم اليوم مهنئا ومباركا ومثمنا لكل طالب استطاع أن يشارك في هذه الأنشطة المدرسية التي قدمتها مدارس الرائد العالمي. ثم إنه استطاع بجهده وبتميزه أن يحقق الفوز في هذه الأنشطة. إن المدرسة ليست مجرد مكان يتلقى فيه الطالب العلوم فقط، وإنما أيضا هي مكان يكتشف فيه الطالب ما لديه من مواهب وما لديه من قدرات، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال إشراك هذا الطالب في هذه الأنشطة المدرسية. لقد شاركتم في 3 مسابقات: مسابقة الإلقاء الشعري، ومسابقة أفضل تعليم، أصحاب قلوب الأتقياء في صعود للمعالي بالهمم، قد وصلت للتميز الضياء، من علو لعلو الارتقاء، بين أصحاب قلوب الأتقياء في صعود للمعالي بالهمم، قد وصلنا للتميز الضياء، من رقي لرقي للضياء، نحو أعلام ترق في السماء، نحو رايات وصلناها بمنز، للتميز قد وصلنا في بهاء، من علو لعلو الارتقاء، بين أصحاب قلوب الأتقياء في صعود للمعالي بالهمم، قد وصلنا للتميز الضياء، من علو لعلو الارتقاء، بين أصحاب قلوب الأتقياء في صعود للمعالي بالهمم، قد وصلنا للتميز الضياء. قد كسرنا في تعاوننا الصعب، وحدة الأيدي علت نحو السحب، رأينا اخترنا لنا رأيا سديد، اجتمعنا لا فلا نخشى الضباب، من رقي لرقي للضياء، نحو أعلام ترق في السماء، نحو رايات وصلناها بمجد، للتميز قد وصلنا في بهاء، من علو لعلو الارتقاء، بين أصحاب قلوب الأتقياء في صعود للمعالي بالهمم، قد وصلنا.